مش بقول لك تشترك معنا في التنظيم، احنا ما عندناش تنظيمات، بس على الاقل في درس علم ممكن تحضره وتستفيد بيه. يلا يا اخوة نبدأ درس اليوم. زي ما قلنا في الجلسات السابقة، أستاذنا سيد قطب تناول النظريات الاجتماعية لا حول ولا قوة إلا بالله. عايز تنزل؟ موتني الأول. استهدي بالله، بلاش شغل العيال يا فضل. وهو مش شغل عيال انك تنزل وتروح المظاهرة وانت عارف انهم مش هيرحموا حد النهاردة؟ ايه عايز تموت نفسك؟ مش كفاية ولادي اللي واحد فيهم محبوس والتاني هربان؟ اعمل ايه بس يا ربي؟ حسنك يا فاطمة يا ستي. مين قالك اني نازل رايح مظاهرة؟ انا نازل رايح اصلي الجمعة، هتمنعيني من صلاة الجمعة؟ لا انا سمعتك امبارح وانت بتتوشوش مع فريد صاحبك وبتتفقوا انكم تطلعوا على اسكندريه وتصلوا في جامع القائد ابراهيم وبعد كده تمشوا في المظاهره اللي طالعه من هناك. يتوشوش يا حماتي؟ ما انت سمعت المكالمه كلها اهو. انا ما اقصدش يعني، انا قصدي لطف الجو وحاجات كده. لا يا اخويا اسكت احسن. بقول لك يا بابا، ما بلاش فريد اسكندريه دي، صلي هنا. واكيد في رشيد مظاهرات هتطلع، اطلع معاهم على الاقل تبقى قريب مننا. لا ما هو مفيش مظاهرات خارجه من رشيد النهارده. مش دي بركة المشايخ بتوعك اللي حرموا مشاركة الناس وفهموهم ان دي فتنة وخروج على الحاكم؟ طب يا اخي ازعلوا على زمايلكم اللي اتحبسوا في امن الدولة وفيهم اللي اتقتل زي سيد بلال وعاصم زميل محمود. لا اله الا الله، انا مال انا بالكلام دوت بتقوله لي ليه؟ وبعدين انا اصلا الاخوة مقاطعيني بقالهم فترة. خلاص تعال معايا اسكندرية. لا مش جاي، انا اصلي سايب العيال لوحديهم مع هدى في البيت. اخص عليك، الله يكسفك. ايه انت مش مكفيك اللي حصل لولادك؟ عايز تضحي بنفسك وتاخد جوز بنتك كمان؟ جرالك ايه يا عبد الناصر؟ بقولك ايه، انا طول عمري مستحملاك، لكن الحبس والاعتقالات حاجة وانك تودي نفسك للموت برجليك حاجة تانية. يا ست لا موت ولا حاجة، ده كلام بيخوفوا به الناس. واحنا هنعمل ايه يعني؟ هنعبر عن رأينا وخلاص؟ هنصرخ بعلو صوتنا بدل ما احنا سايبينهم يعذبونا ويموتوا فينا وساكتين؟ نزولي النهارده انا واللي ظلم زي في البلد دي هو اللي هيرجع عيالك يا فاطمه. انجز حر ما وعد. كتر الف خيرك يا دكتور. ايوه يا اما، ازيك يا اما؟ وحشتيني. اخباركم ايه؟ طمنيني. الو الو، هتصل تاني معلش. اتصل اتصل. الله ده مفيش شبكه خالص، بس هو فيه ايه؟ مش عارف، يمكن الشبكه راحت مع انها قويه جدا هنا. لا حول الله يا رب، ده ايه الحظ ده بس يا ربي؟ اصبر اصبر شويه، زمانها رجع. زمان امي هتتجنن يا دكتور. يا ريتني ما اتصلت، يا ريتني ما اتصلت. يا اخي احمد الله انك طمنتها عليك، تلاقيها كانت فاكراك موت. انت ما تعرفش امي، زمانها دلوقتي قاعده تضرب اخماس في اسداس، دي ست عيانه مش حمل اي خضه. طيب هنتصل بيهم ان شاء الله بعد صلاه الجمعه. يقولوا علينا ايه؟ عمالين نزغرط والبلد ولعه. سيبيها يا اختي سيبيها، ما هو فرح بنت اختها. يمكن افضحينا كمان، مش مكفيه سمعه ابونا واخواتنا، بتزودها الست هانم. عايزاهم يقولوا علينا ايه يا حبيبتي؟ واخدين فلوس من بره قد كده زي ما بيقولوا في التلفزيون، وعندنا اجندات خارجيه؟ اجندات ايه يا موكوسه؟ ما تسيبوا البنت تزغرط وتفرح، ده انتوا من باب اولى انتوا اللي تفرحوا باخوكم اللي الحمد لله طلع عايش. محمود طلع عايش، ده لولاش زوري وجعني كنت انا اللي زغرت. يا ما كان نفسي اطمن ابوكو، لكن اعمل له ايه بقى؟ اقفل الموبايل بتاعه بالعنيه طبعا عشان يستريح مني ومن الوش والزن بتاعي وهو شغال بقى هاتي هتاف لما يقول يا بس. بقولك ايه يا قبله،
انت واضح انك عايزه تضايقي نفسك وخلاص. هو انت كنت شفت ابويا وهو قافل موبايله؟ على فكره الموبايلات والنت في مصر كلها النهارده شكلها عطلانه. انا بنفسي مكلمه شافعي الصبح وقايل ان العيال قاعدين ومتضايقين وبياكلوا في نفسهم علشان الدي اس ال قاطع. الايه يا اختي؟ يعني النت يا خالتي. يعني النت يا خالتي. ده يا اختي الامل دي كلها وده ركبتوه امتى كفر للشر؟ من امتى يا اختي ابوكي بيصرف؟ بس يا بنت خراسي سيبيها، دي حبيبة قلبي، دي بقت كتة قلبي من جوه، وقلبي اتفتح لها من ساعة ما صحيت من النوم وفتحت عينيا لقيتها هي اللي قاعدة جنبي وشايلاني، اسم الله عليها زي القمر. زغرتي يا بنت زغرتي ولا يهمك، بس بصوت واطي عشان الجيران أوطى. بس استنى أنا اللي هرد. تعالي يا حبيبتي. ألو. أيوه يا سي حسين. إيه؟ إيه حقيقة إزاي عايزة إيه؟ مش فاهمة أنا يعني، ما أعرفش أقعد شوية مع أمي؟ عايزة أطمن على الولية عيب كده. خلاص جاية أهو. لا في إيه؟ مش فاتحين التلفزيون. إيه؟ لا يا أخويا الجزيرة قطع عندنا زي الموبايل والنت. إيه؟ وفي ناس كتير اتقتلت؟ الحقيقة يا أمي بيقولوا لك محافظة اسكندرية اتحرقت والحزب الوطني اللي في مصر وناس كتير قوي اتقتلت. يا رب يا رب. قومي يا تحيا افتحي التلفزيون بسرعة تشوفي ايه. طيب يا حسين انا جاية اهو. استنى عليكوا على اخبارك. اقفل الله يقطعك. يا خوفي الا اليوم اللي الاقي فيه محمود يضيع مني ابوه واخوه. استرها يا رب. السياسية وراء هذه التظاهرات غير يهرب مين؟ مش ممكن طبعا، الواد ده اكيد بيخرف. ده اللي قاله لي الواد الجنائي وانا بستلم حصه التموين بتاعتنا من المغسل. بيقول ان محسن عرفه ناوي ياخد مبلغ وقدره على كل راس يهربها بكره. ليه يعني؟ هي سايبه ولا ايه؟ دي كانت تطير فيها رقبته هو اللي اتشدد له. مش معنى ان الناس حرقت الحزب الوطني او حتى حصلت وزاره الداخليه ان الحكايه تبقى سبهلله كده. اهو الجيش نزل وكل الهوجه دي هتتلم بكره. انا حاسس ان الواد ده بينخع، اكيد ضارب له ترامادول وبيخرف. يعني هو لما محسن عرفه متفق مع المساجين انه يهربهم مش كان قال لنا؟ هو بيتعامل معانا دايما. وبعدين النهارده انا كنت معاه وخدت منه الموبايل، ما جابليش سيره الموضوع ده خالص. محسن عرفه مش عبيط، هو عارف ان احنا بالذات مستحيل في المنطقه دي. بس اللي فهمته من الواد الجنائي ان محسن قايل لهم ان في ناس بدو هتيجي بكره تهاجم ابراج الحراسه بالرشاط، وبعدين هيجوا بالوادر ويهدوا سور السجن، وانهم لازم ساعتها يستغلوا الفرصه دي ويخلعوا، بس اللي مش هيدفع العتاوه هيضربه بالنار. ايه الكلام ده؟ هو يعني هياخد ايه عتاوه؟ سجاير؟ هي الناس معاها فلوس عشان تدفع؟ بيقول ان هو بيقلبهم في اي حاجه، سجاير، فلوس، اجهزه، ده انا سمعت كمان انه بياخد عليهم مواصلات امانه. ده ايه العبط ده؟ مش بقول لكم كلام مدمنين؟ يعني هم لو ما دفعوش هيروح النيابه يبلغ فيهم ويقول هربتهم وما دفعوليش؟ في دي عندك حق. تفتكر يعني الكلام ده ليه اساس من الصحه؟ مش عارف. عشان كده لازم نفكر كويس. طيب افرض يعني كان ليه اساس. عايزين نفكر هنعمل ايه ويبقى ايه موقفنا ساعتها. انا حاسس ان المعلومات دي متسربه لنا بالقصد عشان نقع في الفخ. ازاي؟ دي فرصه ذهبيه لنظام الطاغوت انه يخلص علينا. هم عارفين كويس ان المعارضه الحقيقيه اللي بترهبهم مش الشباب المراهق ولا احزاب امن الدوله، انما الناس اللي زينا اللي صبروا وصمدوا وكافحوا. عشان كده بيرمي طعم لعلنا نلتقطه ويتحمس احدنا او يتهور ونعمل تمرد جماعي ونحاول نهرب وميصفونا كلنا ويطلعوا للراي العام يقولوا له ان احنا استغلينا ظروف البلد اللي بتمر بيها وحاولنا نهرب. يا ولادي الابلسه دي تبقى خطه جهنميه.
عشان كده لازم ما نسمعش لأي إشاعات، ونظل هنا نصبر ونصابر ونرابط مهما حصل. المعركة اللي جاية لازم نبقى أنداد فيها لهذا النظام، ولازم ننتصر فيها بإذن الله. لن نترك أنفسنا لهم لقمة سائغة أبدا مهما حدث. لا اوعي، ما انتش يا ام محمود، ما انتش هتخرج. اعتصام ايه اللي انت عايز تروح؟ الاعتصامات دي مش كانت بتبقى في المصنع؟ ايه اللي هيوديك في الميدان في عز الساعة؟ يا ام محمود ما تعطلنيش، ممكن تموت وتنشف من البرد يا راجل. ومين اللي هيوديك المستشفى لو جرى لك اي حاجه؟ ده حتى بيقولوا مفيش مستشفيات. حرام عليك، قول بقى انك عايز تموت وتستريح مني. يا ست سيبينا توكل على الله. امشي 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 يا عبد الناصر، امشي وسيبني لوحدي. بعد عيالي ما راحوا مني انت كمان عايز تروح مني يا عبد الناصر؟ سيبني لمين يا عبد الناصر لوحدي؟ كده لا إله إلا الله. ليه كده يا فاطمة؟ أنت بتحسسيني كأني رايح الجبهة وأنا رايح لوحدي. دول ألفات ويمكن أكتر رايحين يعتصموا، وأنا يا ستي مش هنام في الطل، هنام في خيمة مع زمايلي في المصنع، وفي أكل وبطاطين وكل حاجة. لمينا من بعض وعملنا حسابنا. طب ولو ضربوا عليكوا نار؟ ما يقدروش، هم دول بيخافوا ربنا. ده انا سمعت ان ناس ياما ماتت امبارح، سمعتها في الجزيرة. الوضع اختلف دلوقتي، الشعب كله نزل، ما يقدروش يقتلوا الشعب كله. متهيألك انت ما شفتش عملوا ايه في عيالنا. ما هو انا رايح عشان عيالنا يا فاطمة، افهميني، انا لازم اروح. انا عشت عمره كله احلم باليوم ده، وشفت الجيل اللي قبلينا بيحلم بيه ومات من غير ما يشوفه. ما اقدرش لما اشوف الشعب كله نازل يطالب باللي عشت عمري اطالب بيه، ويهتف عيش حريه عداله اجتماعيه، ابقى واقف اتفرج؟ ما ينفعش، انا لازم اروح. هو ده اللي هيحييني. لو قعدت جنبك هنا هبقى كاني عايش وخلاص. طب وانا هعمل ايه بقى من غيرك؟ ده بيقولوا حرقوا الاسام والظباط هربوا. ما تخافيش، حسين ورجالة الشارع قايمين بالواجب، واللي مش هيقدر يروح يعتصم هيشارك في لجان شعبية. الشعب هيحمي بيوته وشوارعه، والناس مش هتخاف. هم عايزين يخوفوا الناس من الفوضى عشان ينخوا. الناس مش هتخاف. فاطمة ادعي لمصر يا فاطمة، دي آخر فرصة. ادعي لمصر إن ربنا ياخد بيدها، دي آخر فرصة للبلد دي إنها تعيش وتبقى بلد بجد مش تكية. يا رب الطف بعبادك يا رب، يحميك يا مصر ويحفظك ويحمي ولادي وكل الشباب اللي زيهم يا رب. يا رب اللي تفرض عليك يا رب أرضك إلى معاك. يا رب يا رب استرها، يحميك يا مصر ويحفظك. بسم الله الهادي، بسم الله الهادي، بسم الله الهادي. اوعى تخرج يا محمود، دول هيموتونا. احنا كده كده ميتين، اوعى. ما تسيبنيش يا محمود، يبقى مالكوش دعوه بينا بعد كده، ومش مسؤولين عنكم انتوا اللي زيكم، احنا براه منكم. ايه ايه في ايه؟ انت الصور البدو بيضربوا نارها على ابراج الحراسه، المساكين بتقطع. مين ودك هنا؟ شيل على قلكم، دي مؤامره يا اخ. ولا يمكن نظام بالجبروت ده يصعد بالسهوله ديت. دي مؤامره، اننا لسنا جبناء ولكننا نختار معاركنا.
هنعمل ايه يا دروة؟ مش عارف، بس انا شايف ان دي فرصه عشان نهرب. مش جايز يطلع كلام الدكتور صح ويطلع ده فخ عشان يقتلوا اللي هيهرب؟ ايوه، لو عايزين يقتلوهم فعلا يبقى هيصفوهم وهم جوه العنبر. لو شاكك ان كلام الدكتور صح يبقى احنا لازم نبعد عن الناس دي وفورا. فديه عندك حق، احنا اتدربنا مع الناس دي والعالي، لو طولنا معاهم اكتر هنشيل مصايب اكبر. بس هنعمل ايه لو هربنا؟ هنروح فين؟ نروح اي حته مش مهمه. ما بدهاش بقى، احنا نتوكل على الله وزينا فيه. خليها على الله. يلا عبد الرحيم. ايه كده؟ ده ظابط ولا لابس لبس ظابط؟ ما خبرش، بس ده لا يمكن يكون ظابط طبعا. لو كان ظابط كان هرب زي زمايله. وليه ما يكونش محسن عرفه وعمال يضرب نار يعني عشان لما يجي الجيش يقول لك انا كنت بعمل اللي عليا وسايب الدنيا والعه جوه؟ يا ولاد الكلاب، بقول لك ايه، مش هينفع نمشي من الحته دي. الاحسن يعمل فيها ذكر علينا ويضربنا رصاصتين وياخد فينا نشان بعد كده. على رايك، ويطلع بالليل في نشره الاخبار يقول لك انا اللي قتلت الارهابيين. بقول لك ايه، ما تيجي نمشي مع الصور ده لحد ما نلاقي اي طريق اسفلت. بلاش الاسفلت خالص، طالما في واحد واقف هنا يبقى تلاقي واحد واقف الناحيه الثانيه برضه وعمال يضرب نار، واكيد الاثنين مستنيين الداخليه او الجيش تيجي. بقول لك ايه يا عبد الرحيم، احنا نطلع نجري مع الناس اللي ماشيه كده، نوصل لاقرب حته يا اخي ان شاء الله نطلع على مدينه السادات. هنعملوا ايه في مدينه السادات دي يا اخي؟ انت هتقعد ترغي؟ يلا عبد الرحيم، يلا توكل على الله. الو يا غاليه، يا شوق الشوق يا قدع، وحشاني. ايه عامله ايه؟ طمنينا عليكي يا ستي. يا ستي كلنا بخير. امال ايه؟ قوليلي، ما تيجي قبل ما نتكلم في اي حاجه تديني بوسه. وحشاني يا قدع يا ستي. ما تقلقيش على العيال، ما قلت لك العيال بخير. شقة عمتهم جنب معسكر الجيش على طول، ودي فاهمة حتة بورسعيد. المهم سيبك من ده كله، وحشاني وحشاني أوي قدع. الوحدة صعبة يا بت. يا ملك الشقاوة يا قدع. يا ستي الحراسة، العيال اللي شغالين عندي بيحرسوا الشقتين والمكتب وأنا معاهم، ما تقلقيش خالص. المهم اخبار ماما ايه؟ بصي لي ايدها وراسها، وحشاني. واخبار بابا ايه؟ في اسكندريه؟ الراجل ده ماله؟ ما خلاص مشى الحكومه الراجل الكبير، عايزين ايه تاني؟ خلاص خليه براحته. المهم قولي لي، مش محتاجه حاجه من بورسعيد؟ فلوس، اكله سمك، بقى حلال يا ينبوع الحلال. سلام سلام يا شوق الشوق، حلاوتك يا ملزلز. تصدقي وتأمني يا بنت المفكوكة، لو عملت ده من شوية كانت ليلتك بقت غبرة. يخرب بيتك، ده انا صدقتك، ده انا كنت عالي، ده انت واطي واطي. وانت عالي عالي. يلا يا بنت، يلا بينا كده بني فريش. يلا. مش خايف حد من المساجين اللي هربوا يطلع علينا؟ مساجين يا بنت، والمقاطع اللي تحت اللي اخدين على قلبهم قد كده زينة يعني؟ وبعدين تهمك، ده انت لو مساجين سجون مصر كلهم هربوا وجم هنا مش هتقولي لا. يا ملزلز يلا يا بت، ده انت هتشوفي احلى اسلوب من شفوع المتين. تفتكر حد من ولاد الكلب دول ممكن يجي على هنا زي ما راحوا على المحافظه والاقسام؟ ما افتكرش يا فندم، كل العيال قاره الشغب دول شرفوا هنا قبل كده وعارفين ان المكان متامن كويس قوي، وعارفين ان هيبقى اخر يوم في عمرهم لو قربوا حتى في الشارع اللي فيه المبنى.
يا فندم دول عارفين كويس قوي ان ده مش مجرد اسم بوليس، في ضابط وعسكري، اول ما يشوفهم هيترعبوا ويجروا. ده احنا نصفيهم يا باشا. بس الهجره دي ده بس كده، واحنا هنحاسبهم حساب عسير. مش عارف، تفتكر هتتلم بسرعه؟ افتكر يا فندم. احنا شايف ان القرارات الاخيره بتاعه تعيين سياده النائب وقالت الحكومة وتعين الفريق شفيق عاملة شغل كويس في الشارع. بعد ايه؟ بعد ايه بس؟ ما لو كانت طلعت القرارات دي من 25 يناير زي ما قلنا كانت هتفرق كتير يا هيثم. هو فعلا سيادة الوزير أخطأ في تقدير الموقف، ودينا أهو بندفع الثمن. سيادة الوزير اللي أخطأ بس؟ ما سعادتك قلت لي يا بيه إن الإخوان والسلفيين مش هينزلوا وهم نزلوا. لا يا فندم، مش السلفيين كلهم، دول مجموعة منهم بس، لكن الإخوان هم حسبوها غلط. قال لك هوجة وفوضى وناس بتخرج وبتاع، قال لك نخش في وسطهم نخرب الدنيا، نكسر الأقسام، نهرب المساجين ويسيطروا على البلد. دي حسبة غلط بس، لكن تهدى الأمور بس يا فندم وكل واحد هيتحاسب. مش عارف، بس أنت متفائل زيادة عن اللزوم. طبعا يا فندم متفائل، الحكاية كلها بس في عنصر المفاجأة. مين كان يتوقع أن العرض ده كله يطلع؟ احنا يا فندم دلوقتي بندفع ثمن التعامل المفرط في القوة يوم 25، بس أنا متفائل بالقرارات الأخيرة وتأثيرها في الشارع، وكمان خطاب الرئيس وكلامه عن الفوضى. مع اللي حصل في الإقسام والسجون، كل ده هيخلي الناس العادية اللي في الشارع دي هي اللي تتصدى للمؤامرة دي. وبعدين الإعلام عامل شغل كويس قوي يا باشا، بيتكلموا عن المؤامرة الخارجية وهروب المساجين بتوع حماس وحزب الله. كل ده يا باشا هيخلي الشعب يتلم حوالين النظام ويبقوا إيد واحدة. متقلقش يا باشا، مش مصر اللي تقع، احنا هنطلع من الازمه دي اقوى من الاول بكتير. متقلقش، انا عايز استاذن حضرتك بس اروح اطمن على الولاد وارجع على طول. اتفضل يا هيثم. اتفضل. ومن سمعك وانا اللي كنت فاكر نفسي راجل صعيد صح وهرمح كيف الحصان، طلعت اي كلام، اطلعت انت اجدع مني. اجدع منك فين بقى؟ انا الود ود اترمى على الرمله دي، انا من وش الفجر ملعون ابو السجاير يا اخي اللي باظت صدر الواحد. اي والله ملعون ابو اليوم الواحد شرب فيه السجاير البنت الكلب دي، ملعون ابوه الف مره. انت عارف يميني رايمني على سجاره دلوقتي، وانا اشربها لاخر نفس واحتمال اكل العقبه كمان. هذه اللي خدناها من بتوع الجامعات اللي خلونا ندسوها في الحمامات ونشربوها في السر. على رايك، بقول لك ايه، انا جسمي بيتنفض من البرد. احسن حاجه للبرد ده اننا نتحركوا، طول ما احنا قاعدين هنحس بالبرد اكتر، وده برد صحرا ذكر ما بيصدق. ماشي، ايه الصحرا اللي ملهاش اول من اخر دي؟ ايه ده؟ شايف النور اللي هناك ده؟ يا فرج الله. اه صحيح، ده في لمبه من ورا هناك. ايوه يطلع ايه ده؟ يطلع لا يطلع عبد الرحيم، واي مكان بس نشرب فيه ميه ونتدفى فيه بدل الطال اللي احنا فيه ده. عندك حق، ما تسالش عن سوق انت داخل عليه، تعال نروح هناك واحنا ونصيبنا. عبد الرحيم، ايش قلت لك يا صاحبي؟ حظي ذكر، قضيت عمري هربان من رصاصه، ما كنتش عارف اني اخدها هيني. ما تقلقش، ان شاء الله بسيطه، انا لازم اوقف النزيف ده باي طريقه. ما تضيعش الوقت واسمعني كويس، اسمع اللي اقول لك عليه يا محمود. يا محمود اسمعني انت يا عبد الرحيم وبلاش تكلم كتير. انا ما اسميش عبد الرحيم، انا اسمي موندي، موندي بخيت عبد الرازق ابو العيله، من جنه، من بلد صغيره اسمها التمساحيه، التمساحيه جنب رزيقات. مش هتوه، مش هتوه يعني لو سالت عليها. امانه، أمانة عليك، أمانة عليك يا شيخ، أمانة عليك يا شيخ، تروح لأهلي وتقول لهم
والدي اتقتل خلاص. تخليهم يبعدوا عن ولدي، ما ياخدوش بالطرب منه، ما عدلوش الطرب. عايز اواصل. انا مش هسيبك، انت سامع؟ انا مش هسيبك. احنا هننزل هنسلم نفسنا عند الناس اللي تحت وهم هيعالجوك. انا لو نزلت هنزل لوحدي. بقول لك انا مش هسيبك يا مندي. اسمع اللي بقول لك علي يا محمود، ما تضيعش الفرصه يا صاحبي، ما تموتش الحقيقه، ما تدفنش الحقيقه في الصحراء. انت لازم تنزل وتثبت براءتنا يا محمود. مفيش حد غيرك هيقدر يعمل كده. روح يا محمود، الله يرضى عليك. روح وادخل. سلام يا ولدي. سلام يا ولد خالي. لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. روح يا محمود، ما عايزينش نبقى اتنين. روح. افتكروا بوليس؟ ده مفيش عسكري فيك يا مصر من امبارح. ربنا يستر. مساء الفل يا رجاله. مساء الفل يا دكتور. في حاجة؟ بقول لك يا دكتور، من غير زعل كده، الناس اللي أنت مخبيها عندك جوه دي لازم تسلم للجيش دلوقتي فورا. ليه يعني؟ بيقولوا في التلفزيون إن في عناصر أجنبية مأسسة في البلد، فيهم اللي جاي من إيران وفيهم اللي جاي من إسرائيل، عايزين يولعوا في البلد كده. واحنا بصراحة ما يرضناش نمشي بخراب بلدنا يعني. لا مية مية رجالة، في دي ما اقدرش اقول لكم على حاجة، كله اللي خراب مصر طبعا. طب ما تيجوا اعرفكم على مصر الاجنبية المدسوسة. خشوا رجالة خشوا ما تكسفوش. استنى رجالة. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله وبركاته. معلش يا جماعة، اصلهم بيقولوا في التلفزيون ان العناصر الاجنبية دي عاملة زي المصريين بالظبط، بتتكلم زينا تمام وشكلهم شبهنا. طب طلعوا بطايقكم يا رجاله، ولا يمكن كمان تكون البطايق مزوره. عموما بصوا فيها مش هتخسروا حاجه، اعتقد التزوير مش هيخيل عليكم. ولو جدعنا ان احنا ناخد ناس ضيوف ونسلمهم وفيهم واحد مصاب، اعملوا اللي انتوا عايزينه. هي كده كده الناس دي نازله التحرير بكره الصبح، الناس دي مش طايقه تقعد هنا لحظه واحده. يا عين امك، يد تقريت يد.
يا اسطى انت قريت عايز تودينا في 60 ده؟ الله يخرب بيت اليوم اللي شفتك فيه. معلش يا اسطى والله غصب عنك. غصب عنك ايه يا دي الطراوه دي؟ وبعدين ايه اللي دخلنا بالحيطه المقطوعه ده؟ انا غلطان اللي سمعت كلامك. والله شكله بيفك لوحده يا اسطى. هو ايه اللي بيفك يا احنا ايه اللي جبنا في حته مقطوعه زي دي؟ ما كنا ماشيين في الورس على الطريق. انا كنت نايم يا اسطى ما خدتش بالي. اخرس يالا. حاضر يا معلم. الله يخرب بيت اللي خلفوك، هنعمل ايه دلوقتي؟ بروح هات المفك الصغير كده اما اشوف الفكرتين دول، يمكن مش واصله كهربا لل... السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في اي خدمه نقدر نقوم بيها يا اسطى؟ والله احنا ماشيين العربيه بطلت منا فجاه ومش عارفين نعمل ايه. طب دور كده يا كابتن. روح دور يا واد روح. على اذنك يا اسطى. كنا ماشيين في امان الله، انا الغلطان. قال لي تكسر الطريق. دور تاني ياد. بس يا كابتن. اديني مفك والنبي يا اسطى. دور كده يا كابتن. انا دور ياد. حاضر يا معلم. الله ينور عليك. العربية كانت واخدة هوا يا اسطى. الله ينور عليك يا باشمهندس. روح ربنا يكرمك. اتفضل. بتعمل ايه يا اسطى؟ عيب كده؟ انا بخدمه بس. يا هندسة ده مجرد شاي. خد. يا اسطى عيب مش القصد. بقول لك ايه؟ انت طالع اسكندريه؟ احنا رايحين لحد برج العرب ان شاء الله. طب ما تاخدني في طريقك، انا بقالي 4 ساعات هنا ما حدش عايز يقف لي. ولو قعدت 4 اسابيع ما حدش هيقف لك ولا يقول لك انت بتعمل ايه. يا باشمهندس انت قاعد هنا في المزارع مش دريان بالبلد حصل فيها ايه؟ الدنيا قربانه. انت ما عرفتش ان في مساجين امبارح هيربوا من وادي النطرون ولا ايه؟ ان ما شفنا حد منهم ومعلمي طول ما احنا ماشيين. كان نفسي اتعامل بقى. اعمل ايه يا عم غور؟ واد عبيط من ساعه ما ادونا السلاح بقول لي يا اسطى لو شفت حد من المساجين اضرب عليه نار. ليه حق، يستاهل اكتر من كده كمان يا اسطى. اله يا رب كل المساجين اللي هربت تولع في ساعه واحده. اللي يعني هو الهندسه جاي منين؟ انا اصلي شغال في المزرعه هنا يا اسطى عند واحد باشمهندس، وكنت بنزل اسكندريه يوم ويوم لا، ومن ساعة ما الدنيا ولعت وانا مزنوق هنا. بس بيقولوا ان الجيش نزل يعني وظبط الدنيا. يا عم والله ما عارفين اذا كانت اتظبطت ولا اتنيلت ب60 نيلة. كل اللي نعرفه من ساعة ما حصلت المصيبة اللي حصلت في البلد دي والمصنع اللي احنا شغالين فيه ادونا سلاح وقالوا لنا اتصرفوا انتم مع نفسكم ولغوا وردية الليل، يعني احنا نروح في 60 داهية وهم يقعدوا مستريحين. بس البشمهندس يعني شكلك ابن ناس يعني ونضيف، ايه اللي يرميك الرمية السودة دي؟ أكل العيش بقى يا اسطى، وحد لاقي شغل في البلد دي؟ شايف يا ابن الفرمة، شايف البواد بيشتغلوا ايه؟ أنت بس عمال تشتكي ليل ونهار؟ نزل ياد الكابينة. مش هيعمل ونهار. نزل امشي ياد، ولم الزرادية دي ونزل الكابينة. اتفضل يا هندسة. اتفضل يا باشا. الله يبارك لك يا اسطى. مش دي كينج ماريوت يا اسطى؟ هي خلاص هان. طب متشكرين يا اسطى، انا هنزل هنا على جنب. ايه ما تستنى نقربك شويه كمان. معلش يا اسطى، اصل الراجل اللي انا شغال عنده فيلا هنا في كينج ماريوت، فبدل يعني ما اروح وارجع له هنزل اديله المفتاح وهو يوصل لي بمعرفته. نزلني هنا يا اسطى. متشكرين. وليه يا عم؟ اصبر شويه، ننزلك قدام اي فاتحه يكون فيها توك توك ولا ميكروباص يوصلك لحد جوه. لا معلش يا اسطى، انا هتمشيها لحد هناك. متشكرين يا اسطى. يا جدع طب استنى نعدي الكمين. يا ابني لازم انزل هنا. انزل هنا. ايه هندسه؟ ايه يا عم مالك في ايه؟ اما شفت الكمين كده اتقلب كيانك يعني. ما تفهمنا ايه التيته؟